مشاكل السادة المواطنين في الثلاث مناطق، ونعود مرة أخرى لاستقبال طبعا مكالمات حضراتكم. مشاهدينا ابقوا معنا. أداء المصريين في حي شبرا الخيمة، الناس شغالة بمجهود جامد في شبرا الخيمة، بس هنا في حاجة احنا بنشتكي منها وبنعاني منها والدنيا كلها بتعاني منها في شبرا الخيمة هنا، من تجار الجملة بتوع السلع التموينية والحاجات اللي بنحتاجها لبيوتنا. هنا بيبيعوا الحاجة الطقطقين بتوع السلع التموينية اللي هم تجار الجملة، هم هنا ثلاث تجار على مستوى شبرا الخيمة هنا المنطقة دي، بيبيعوا الحاجة بأغلى من ثمنها بالضعف. هو في تطورات، بس يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. الحي تعالى انزل في بعد السكه الحديد هنا ما تعرفش تمشي، وبعدين كل ما بيقوم بحمله ترجع تاني. هما يعني بداوا يهتموا طبعا بالمكان من ساعه ما عملوا لنا الموقف الجديد دوت، وجمعوا فيه العربيات كلها والاشغالات، وشالوا البعض الجائلين اللي كانوا مزحمين الشارع. في تطور يعني، المسؤولين كتر خيرهم في كل اللي هما بيعملوه، انما في شويه ملاحظات على الموقف. طبعا الموقف هنا الأغلب العربيات برضو بتحمل بره الموقف، يعني عربيات التحرير ليهم مكان هنا ما بيحملوش تحرير. والله المسؤولين شغالين، لما نعمل شغالين، بس احنا عندنا برضو نسبة همج وبتاع وكلام دون. المسؤولين الله يقوم على الأمة فيهم، بس الناس الغلابة أكتر من المسؤولين بكتير، فمحدش حاسس بيهم. يعملوا الشجر ويعملوا الكباري ووضبوا الدنيا وماشي. سيادة المحافظ كن رؤوف فينا، احنا كلنا هنا اولادك وعايزين ناكل عيش بالحلال، لا عايزين نتبلطج على حد ولا عايزين نقطعك العيش حد ولا عايزين نعمل اي حاجه مع اي مواطن ماشي. فعشان خاطر ربنا قننوا اوضاعنا في الشارع، واحنا زي ما انت هتقولوا احنا هنلتزم. طيب ده كان في منطقة شبرا. طبعا لسه معانا استفسارات وتقريرين كمان عن العمرانية وباب الشعرية، بس خلونا نسأل أستاذ مصطفى عباس سكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية. حضرتك تعليقك ايه على حضرتك؟ يعني شبرا الخيمة كانت تجربة فريدة، كانت هي منطقة طبعا مزدحمة، هي فيها المنطقة العمالية، شبرا الخيمة فيها قلعة الصناعة في مصر. حضرتك بدأنا فيها بتجربة جديدة، دخلت معنا القوات المسلحة، طلبها السيد المحافظ. طبعا. دخلت معنا القوات المسلحة في حلوة يا بلدي. المبادرة بتاعت حلوة يا بلدي. طبعا. دخلنا فيها، بدأنا نرفع، كانت في أماكن في شبرا الخيمة مقفولة نهائي من بعد طبعا. الثورة وفيلات الأمن حضرتك عارفاها. بدأنا نحل المشاكل مع المواطنين، طالبين شارع 23 يوليا مقفول وهو محور مهم. طبعا. بيجيب من بهتيم يطلع على طلعة إسماعيلية. المواطن ما كانش بيتمتع نهائي بانه عايش. بدانا نشيل الاشغالات من الشارع، بدانا بنحافظ على البعد الاجتماعي برضه للبياعين، بنعمل لهم بكيات بالاتفاق مع المترو. السيد المحافظ بيعمل بروتوكول مع هيئه المترو لعمل بكيات في المنطقه دي عشان نحافظ على البعد الاجتماعي برضه، لان عندهم طبعا بياعين وقاعدين في الشارع وبيبيعوا وما لهمش محلات وفي اسر. تمام. طيب انا هرجع لحضرتك تاني طبعا عشان اتكلم في تفاصيل كل مشكله من دول على حده. مهندس محمد موسى رئيس حي العمرانيه، كان كاميرا صباح دريم نزلت الحي علشان تعرف بعض تعليقات الساده المواطنين، نشوفها ونرجع لكم حالا مشاهدينا، خليكم معانا. الشارع طبعا اتحسن، بس حاليا الزباله اللي قدام شويه كده بعد 100 متر من هنا الزبالين بيفرزوا الزباله في الشارع، وده شارع رئيسي، شارع خاتم حسين، شارع كبير مش شارع صغير. زائد هنا العماره دي اللي هي رقم 5 على طول المجاري مسدوده فيها. العمارات الجديده اللي هي اتبنت عملت ضغط تمام على البنيه التحتيه، لما انتج عنه طفح يعني كل اسبوع كل تلات اربع طفح، محتاجين ان البنيه التحتيه تتجدد، زائد ان الحي بيجي يشتغل ويكسر
ما بيجيش بعد كده يظبط الكلام. وليس صحيح، احنا لما رحنا له الراجل استجاب، قال انها مستعد تطلع لكم المجاري ديت، مجاري موجود ذاتيه، خد بالك، وبتدمع على الشبكه الرئيسيه. حصل فيها سدد، حصل فيها كسر في الماسوره من اللودر بتاع الزباله، مقلب الزباله اللي محطوط قصاد الشارع اهوت، بيجي كل يوم يكسر في البنادول بتاع الرصيف لحد ما كسر الرصيف وكسر الماسوره اللي معديه على الروح الرئيسي. سدت الميه والشارع ده النهارده، يعني تعالى احنا بقى لنا من يوم الجمعه اللي قبل الجمعه، يعني بقى لنا حوالي 19 يوم الميه دي كلها، لسه يا دوبك امبارح ابتدينا نصرفها احنا بطريقتنا احنا. والحي مشكور، بعت ناس شالت الميه. ماشي، نيجي نتكلم يا جماعه، عايزين نحل موضوع المجاري. يقول لك انتوا مش على الخريطه، انتوا عشوائيات. ويا ريت يبص على الناس الموجوده، البياعين والناس دي كلها يمشيها، يعني يعمل لها محلات ويعمل لها اي حاجه في المكان ده. الزباله باغته بالكلمه والامراض ووجع القلب وشتف الصدر، واخد بالك، واديك شايف المنظر، ولا يرضى حد ولا يرضى ولا يرضى اي حد. باشمهندس محمد موسى، عندنا نفس مشكلة ويمكن أكثر مشكلة في حي العمرانية، زي ما شفنا كده في التقرير، مشكلة البناء العشوائي. تمام، حضرتك تعليقك إيه؟ أولا أحب أقول لحضرتك البناء العشوائي ده طبعا جه بعد الثورة، كان طبعا في انفلات أمني، للأسف المواطنين اللي هم بينتهزوا الفرص هدوا البيوت الصغيرة والفيلا الصغيره وبيعملوا عليها ابراج. تمام، وما فكروش ابدا ان البرج ده هيأثر في الصرف الصحي قد ايه. هو اهم حاجه عنده مصلحته. فطبعا النتج اللي انت سيادتك شفتي ان ابتدت المجاري تضرب، ان النهارده لما يكون بيت ارتفاعه 3 4 ادوار يتبني مكانه برج 13 دور و12 دور في كل مثلا دور لو 4 شقق، برضه ضغط جامد على الصرف الصحي. اكيد. وبعدين انت عارف الصرف الصحي من المشروعات المكلفه جدا. هو بكل سهوله بيقول احنا عايزين نغير البنيه التحتيه، هو يعرف ان البنيه التحتيه دي عشان نفكر فيها بتاخد ملايين، يعني مش طيب، واحنا طالعين لسه بظروف البلد لسه طالعه في ظروف، يا دوبك الحمد لله ادينا ابتدينا ناخد الطريق الصح. بس دي باشمهندس علامه استفهام، اكيد يعني هنرجع لها مره تانية، علشان محتاجين ان احنا نوزن هذا الامر على قد ما نقدر. يعني انا بكلمك من باب المسؤوليه، ان انا لازم افهم المواطن ده ان احنا خارجين من ظروف صعبه. الحمد لله ابتدينا الدنيا تتعدل من ساعه ما جه سياده الرئيس، وابتدى في مجلس نواب، ابتدت البلد تتعدل، ابتدت تظهر الموازنه، ابتدت الناس تعرف تفكر، لان الحاجات دي بتاخد سنين. طيب. مش بالسهوله هو بيتكلم بيها. نيجي نتكلم سيادتك على موضوع النظافه. هي الزباله دي زباله مين؟ ما زباله المواطنين اللي بيتكلموا عن الزباله، بس السلوك فين سلوك المواطن؟ المسؤوليه طبعا مناصفه ما بين المسؤول وبين المواطن. انا جاي لك، في مواطن بيرمي في صندوق القمامه، وفي مواطن تاني بيرمي في دور الأرض. الاعلام وفي دور الاعلام طبعا، لان المفروض الاعلام زي ما بيوعي تمثيليات وحاجات جميله يعمل برامج خاصه بالنظافه، يوعي المواطن يتفق معايا، مش انا اجي اشيل وابص عليه من البلكونه ويلاقي العربيه تتحرك يبتدي الحرامي ينزل يرمي الزباله. طب انت ليه ما بترميهاش بدري؟ انت بتعاند مع السلطه التنفيذيه مثلا ان انت بتتعب الناس، طب ما تنزل بدري ارمي زبالتك على سيت العربيه لما تعدي تاخدها. طيب. لكن مش بعد ما العمليه تعدي تنزل انت ترمي تاني. احنا بنشيل على فكره مره واثنين وثلاثه. طيب. بالنسبه للرئيس بحي باب الشعريه، وراجل محترم في اي حاجه احنا بنعوزها الصراحه، نطلع مكتبه ما فيش حد بيمنعنا، وبينزل معانا في اي اجراءات احنا عايزينها في باب الشعريه. كان في عندنا هنا اهوت حاجات بقالها كتير سنين اتكسرت، يعني اتهدمت واتعملت زي ما تقول خرابات ومش عارف ايه. الراجل ده كذا رئيس حي جه ما عرفش ايه يشيلها، فهو جبناه شالها فعلا. انا شفته مرتين في الشارع، قابلت معاه، اتناقشت معاه، لقيته في ميت، لقيته في فرح، وده شيء كويس جدا ان رئيس الحي يشارك الناس بكل مشاكلها. طبعا موضوع الزباله ما بقتش موجوده، موضوع العربيات دلوقتي اللي بقت تركن مثلا في الممنوع، الحي بيكلبشها، دي حاجه بتعجبني جدا. وحضرتك بالنسبه للايجابيات، عندنا الكهرباء ولعت،
وفي نظافة إلى حد ما، مفيش. بس مشكلتنا أصحاب المحلات هنا بينظفوا بإيديهم، لو ما نظفناش ناحية محلاتنا ورمينا في الصندوق الزبالة ده مفيش حد بيجي ينظف ولا يكنس، وربنا معاه ويعينه في الفترة الجاية. في عماير مبنيهم خلف أهو في العلوة، في حارة العلوة ما يعني يطلعوا فيها، هما بيطلعوا ما بيعملوش حاجة. بيتنا وقع وهو جري ورانا وقبلنا، يعني الموظفين اللي عنده ما قاموش في الواجب، هو اللي راح اتصل بالتليفون وقابلنا الشباب مدينة بدر. في هنا باب الشعرية كمية زبالة في الورش في الحواري بالنسبة للأحذية، يعني زبالة يعني كتير، وده الإهمال في بتوع النظافة. كان تقريرنا عن باب الشعرية، واضح ان في إشادة بمجهودات استاذ مصطفى. اهلا بحضرتك مره اخرى. اهلا بيك يا فندم. وواضح ان برضو مشكلة بناء عشوائي ومشكلة نظافة. حضرتك بس في البداية كده تعليقك ايه على كلام السادة المواطنين هنا؟ والله هو بالنسبة للحي باب الشعرية، حضرتك عارف ان هو من الاحياء الشعبية اللي هي ليها تاريخ، فالحي ده في بعض الورش اللي هي بتاعت الجلود والكلام ده، احنا بنشيل كميات مخلفات جلود بس قد حي بالكامل، يعني قد اللي بنشيله من الحي كله بنشيله بس من ورش الجلود. الشغل اللي هو بتاع اللي بيتعمل على طول، انا دايما متواصل مع المواطن طول النهار من الساعة 8 الصبح لغاية الظهر، اطلع اصلي الظهر وارجع اكمل مع المواطن، اذا كان في لقاءات في المكتب، اذا كان في بعض الاجتماعات، اذا كان في اي حاجة بتم، وانزل اكمل تاني برضو مع المواطنين في الشارع. انا متواصل مع المواطن شبه ال 24 ساعة. بتواصل معاه عن طريق مروري الدائم في الشارع معاه وتواجدي في وسطهم في الشارع. تمام، ده الحقيقة اللي قاله السادة المواطنين. بس هي مشكلة الورش الجلود، ما هي باب الشعرية معروفة ان دي من دي من تاريخ الازل، يعني دي بقى لها اكتر من 20 30 سنة. تمام. الكلام ده بس احنا بنشوف لها حل، يعني احنا بنحاول ان احنا نحصرهم دلوقتي عشان برضو نعرض على السيد المحافظ ان احنا برضو نشوف لهم مكان ننقلهم فيه زي بقية الاسواق اللي اتنقلت خارج القاهرة كده. فاحنا بنحاول برضو ان احنا نحصرهم والكلام ده، ونعرض على سيادته ان احنا ننقل الناس دي في مكان احسن بعيد عن المناطق السكنيه. المخلفات. طب بالنسبه لمخلفات المنازل بقى والمحلات العاديه، والله انا مخلفات المنازل اللي بيقول عليها الاخ دي، يعني يجي وريني كده اي مخلفه مباني عندي، انا ما بتواناش عن اي مخلفه مباني. اي مخلفه مباني متواجده في الشارع انا بنزل واتعامل معاها وبتصدى لها، وبنزل على طول ازيلها في ساعتها. طيب اذا كان في اي شكوى بخصوص ثلاث احياء احنا بنتكلم عنهم، بالظبط، يا ريت نتكلم. طيب انا هرجع تاني طبعا.